تطوير المنتوج المحلي وتنويعه من بين أهداف المؤسسات الجزائرية التي تنشط في مختلف المجالات، منها مجال صناعة المناديل الورقية. أنا شركة ناشئة، عندنا 5 سنوات دوكا في السوق، مختصين في تحويل ورق صحي ليزويت وبابي جينيك، وغير كيما دخلنا في نوع آخر ما كانش عندنا من قبل من أوراق الطبخ، وعندنا تاني ورق الشفاف وورق الألمنيوم. هذه أول مشاركة لنا، حبينا نعرفوا المنتوج تاعنا المواطن الجزائري. مؤسسة جزائرية وبعد رواجها في الأسواق الوطنية، اليوم تتجه نحو الأسواق الخارجية بتصدير مختلف منتوجاتها نحو العديد من البلدان. متخصصة في إنتاج المناديل المبللة ومواد التجميل. الحمد لله احنا عندنا بعض الدول اللي راح نصدروا لهم، وفي 2024 إن شاء الله كاين أيضا قائمة أخرى على غرار الدول اللي راح نصدروا لها: فرنسا، كوبا، أيضا موريتانيا، سنغال، أيضا عندنا عرض من هذه الأيام إن شاء الله لتونس. ديودورون سكري اللي دخلنا بها، وكاين بإذن الله كاين مواد أخرى اللي حتكون في الأيام المقبلة. عندنا احنا يا دي بارتنير سو ليسونس تخدموا معاهم، جو بونس كو رانا نحسنوا من يوم لآخر يعني المنتوج تاعنا، وذلك ان شاء الله لما لا نروحوا للتصدير. الشركه تاعنا راهي في صناعه جزائريه 100%، ورانا ان شاء الله بدينا ندخلوا نديروا عمليه تصدير للدول الاوروبيه والدول الافريقيه. تشجيع المنتوج المحلي وتطويره هدف ستواصل المؤسسات المحليه على تحقيقه، املا في تحقيق الاكتفاء الذاتي والمساهمه في انعاش الاقتصاد الوطني.